أسعد مساء وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج رهانات. تفصيلنا ساعات على الذكرى 51 لتأميم المحروقات المصادف للرابع 24 فبري، بحيث تراهن السلطات على السياسة التقوية للجزائر والتي تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ترمي إلى توسيع وتطوير البحث والاستكشاف ومواكبة التحولات باتجاه تعزيز الأمن الطاقوي من منظور القدرات الواضحة المتاحة للبلاد. كما تبحث الجزائر عن تعويض ارتباطها بعائدات النفط بالاستثمار أيضاً في الصناعات التكريرية وقطاعات الفلاحة والسياحة، كل هذا من أجل ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، وهي الاستراتيجية التي التزم بتطبيقها مجمع سوناطراق تجاه الشركات الوطنية عامة كانت أم خاصة. إذن إلى أي مدى استطاع الشركاء المحليين الفاعلين في قطاع المحروقات ترقى بصماتهم من خلال المشاركة في إنجاز البنى التحتية والهياكل؟ وهل هناك فعلا منتجات محلية مطابقة للمقاييس المعمول بها تهدف إلى التقليل من استيراد السلع والخدمات؟ وهل هناك مشاريع جديدة للتنقيب من خلال عمليات الاستكشاف والبحث تمكن من رفع الإنتاج سواء بالنسبة للغاز أو البترول؟ أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها خلال بلاتو رهانات. وقبل مناقشة موضوع تطوير وترقية إنتاج المحروقات في الجزائر من خلال سياسة ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، أسعد باستضافة السيد محمد داود، المدير المركزي للتموين والإمداد بالمؤسسة الوطنية للمحروقات. أهلا بكم سيدي معنا. شكرا. بادئا في ببدء اشكركم على هذه الاستضافه الكريمه، واتمنى ان نفيد المشاهدات والمشاهدين الكرام بمعلومات قيمه تخص سياسه شركتنا سوناطراك فيما يخص ترقيه المحتوى المحلي والادماج الوطني ان شاء الله. استاذ ايضا اسعد باستضافه السيد اوجهان فرج، مدير مركزي للهندسه وتسيير المشاريع بالمؤسسه الوطنيه للمحروقات. اهلا بكم سيدي معنا. شكرا على الاستضافه والدعوة. شكرا لكم سيدي، وأسعد أيضا وأرحب أيضا بالبروفيسور مهمه بوزيان، خبير في قطاع الطاقة. مرحبا بكم معنا سيد مهمه. شكرا لكم، وأزف خالص التهاني للشعب الجزائري بمناسبة هذه الذكرى التي تعتبر الثورة التحريرية الثانية في المجال الاقتصادي. شكرا لحضوركم معنا في هذا البلاتو. وقبل التطرق لمناقشة موضوع اليوم والخاص بالمحروقات واقع وآفاق، نتابع هذا التقرير من إعداد وإخراج كمال بدوي، فلنتابع معا. صور فعلية ومظاهر جلية للانتعاش الاقتصادي في الجزائر القارة. مؤسسة رائدة استثمرت في مواردها لتحقق بها أهدافا تجتمع في الازدهار والتطور. فبعد تأميمها لكل الأنشطة الملمة بقطاع المحروقات من منبع ومصب ونقل وتسويق، وبعد أن أبدت اهتمامها وتكفلها بأنشطة عديدة في مجال البيئة والصحة والترفيه والثقافة في النقاط الأربعة من الوطن، وبعد حيازتها على لقب مؤسسة مواطنة من خلال التزامها بالمساهمة المستمرة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، ها هي سوناطراك تفتح باباً آخراً
تعزز به الرؤية الجديدة للمجمع ككل بترقيتها للمحتوى المحلي والإدماج الوطني، حتى تجعل من هذه الاستراتيجية قوة عمادها البنى التحتية والهياكل القاعدية التي تضمن نموا اقتصاديا سريعا. يجتمع لتحقيقه شركاء محليون بقيادة فاعلة لأكبر المؤسسات في البلاد. يأتي هذا التصور الشامل والمتكامل بعد أن وقفت الجزائر على غرار دول العالم أمام معضلة صحية خانقة، ولتجنب تعطل عجلة الاقتصاد ذهبت مؤسسة سوناطراك العريقة بتاريخها والرائدة بما حققته منذ نشأتها في مطلع السبعينيات لمخططات رشيدة بغية إشراك من له القدرة على مرافقتها في تجسيد مشاريعها الضخمة من مؤسسات وطنية وأخرى فرعية تابعة لها 100%، لا سيما تلك المختصة في نشاط النفط والغاز. جاءت الرؤية الجديدة بأهدافها الاستراتيجية لتقليص الواردات من السلع والخدمات المعتمدة في الأنشطة المختلفة للصناعة الطاقوية، مع التركيز على المنتوج المحلي في مراحل إنجازها. الغاية منها الإسهام في الرفع من وتيرة بلوغ الشركات الجزائرية المتعاقدة مع سوناطراك نموا اقتصاديا سريعا، وبهذا يكون المتعاملون المختارون بعناية لإنجاز عديد المشاريع عبر كامل التراب الوطني قد استفادوا من الامتيازات التي تعرضها سوناطراك تشجيعا لهم قصد إدراك المبتغى من إدماجهم. ولعل تطبيق هذه الاستراتيجية في الجهة الجنوبية الغربية من الجزائر لأحسن مثال على فعالية هذه الشراكة المتينة. المشروع اللي راه في إطار الإنجاز في منطقة الجنوب الغربي في الحقيقة في منطقة تينركوك وحاسي تجران وحاسي بحمو هو مشروع متكامل مشكل بأربع مشاريع متميزة من حيث التعقيد ومن حيث الطبيعة تاع المشروع. يتكون المشروع من ثلاث مراحل أساسية تتبعها حلقة مكملة والمتمثلة في قواعد الحياة خاصة بعمال وإطارات سوناطراك موزعة على كل من منطقة تينركوك، حاسي تجران وحاسي بحمو. ولتخفيف عناء التنقل من وإلى المواقع الثلاث يستفيد عمال هذه المؤسسة من مطارين مجهزين في كل من حاسي تجران وحاسي بحمو، ناهيك عن تهيئة الطرقات المؤدية إلى الأبار ووحدات معالجة الغاز وقواعد الحياة وحتى المطارات. أما المراحل الأخرى فبدايتها ستكون من شبكة تجميع الغاز في شكله الخام عبر الأنابيب، تربط 51 بئرا على مسافة 300 كيلومتر بالمحطات الغازية الثلاث التي تختص في معالجة هذه المادة الطاقوية على مراحل، ليصبح جاهزاً للنقل عبر خطوط التموين على مسافة 400 كيلومتر حتى يوجه للتسويق الداخلي والخارجي. العلم أن المشروع راه ينجز بعمال جزائريين وتحت إشراف وتوجيه فريق مشروع متكون من مهندسين تاع المديرية الجزائريين كاملين. فعلا بتنقلنا إن النقاط المشكلة لمشروع تطوير حقول الغاز بالجنوب الغربي تحديدا تينركوك وحاسي تجران حاسي بحمو مرورا بمجيدن، وأثناء تعرفنا على بعض الشركات المعنية بسياسة الإدماج في ولاية تيميمون اكتشفنا طاقات شبانية من نتاج الجامعة الجزائرية بخبرة لا يستهان بها من المؤسسة التي تقود قطاع المحروقات في الجزائر.
وجدناهم يباشرون مهامهم المعتادة والمتمثلة في المتابعة اليومية لأدق التفاصيل عن تقدم الأشغال بكل المواقع. المشروع عبارة عن حقل جديد في الجزائر. المشروع هذا مقسم إلى 4 أجزاء، دونك يا كاتلو في المشروع هذا. لولو 1 دونك سي لي ريزو دو كولكت، لولو 2 سي المجمع الغازي دونك لوزين، لولو 3 سي لي لين ديكسبيديسيون اللي راح يدونا عند المنشآت اللي راهي واجده ديجا الخط انبوب جي ار 7، واللو 4 سي قاعده الحياه والهياكل القاعديه كما المطارات الطرق المعبده. مشروع تطوير حقول الغاز للجنوب الغربي هو مشروع مهم، راح يسمح لنا بإنتاج ما يقارب 11 مليون متر مكعب في الغاز سنويا، وهذا في السداسي الثاني ل 2022. المشروع اللي راني مستكلف به هو اللو 1 واللو 3 مقسمه الى 3 مناطق. كاين منطقه حاسي بحمو ورد المعدد متواجده وين انا متواجدين الان، كاين منطقه فيها 24 بئر، كاين حاسي تجران 11 بئر، وتينركوك فيها 16 بئر. واللو 3 عبارة عن لين ديكسبيديسيون اللي يروحوا مباشرة إلى جيرسات، دونك هادو كامل راح يرتبطوا بثلاث مصانع، وهم متمركزين في تينركوك، حاسي تجران وحاسي بحمو، وكل هاد الثلاث مشاريع يعني المهام تاعها هي معالجة الغاز الطبيعي اللي يجي من الحقول المتواجدة في ولاية تيميمون. Au de la base qui est en cours de construction. Le projet consiste en la réalisation des habitations pour les travailleurs et pour les cadres managers. Nous avons toutes les commodités au niveau des bases vie pour le bien-être des travailleurs et qui consiste en la salle de sport, les terrains de jeu, les terrains de foot, les terrains polyvalents de sport, piscine et toutes les autres infrastructures qui peuvent faciliter l'intégration et faciliter le bien-être des travailleurs. صفقات مع شركات وطنية. هذه الشركات راهي تشغل كمقاولات ولا كشركات مناولة. كل هذه الشركات تنجز راهي تشارك في مجالات مختلفة. كاين اللي تشارك في البناء، كاين اللي تشارك في الدراسات الهندسية والمدنية، كاين اللي تشارك في تموين بالمعدات اللازمة لإنجاز المشروع، وكاين اللي راهي تشارك في الانجاز الهياكل القاعديه مثل قواعد الحياه والطرقات
حنايا في المشروع تاعنا لو ان اي 3 كاين 6 شركات. الشركه الاولى هي فيما يخص لي ريزو دو كولكت، عندنا شركه ساربي، شركه ساربي في تينيركوك، شركه جي تي بي في حاسبه حمو، وشركه جي سي بي في حاسي تيجران. اما في لينديكسبيديسيون عندنا 3 شركات اخرى، منها شركة فرعية لمجمع سوناطراك، ومنها شركة وطنية. Au niveau de Tinirkouk, nous avons eu un projet de Sonatrach EPN pour la collecte de 16 puits et le relier à deux manifolds. في مشروع حاسبة حمو تقوم بتلحيم الأنابيب، أنابيب الغاز، وتقوم بأعمال الهندسة المدنية وأعمال الكهرباء وأعمال المراقبة. La mission de notre société ici, c'est la réalisation des travaux électromécaniques au niveau de CPF. Le projet consiste à la réalisation d'une base de vie d'une capacité de 300 personnes équipées par toutes les commodités. هذا المشروع تاع 18 بوس عبارة عن الرابط ما بين سي بي اف تينيركوك إلى خط الرابط ما بين جي ار 5 جي ار 7، رابط سي بي اف إلى جي ار 7، جي ار 7 من تمام جي ار 7 يروح لحصير مل. المهمة الأساسية لهذه المؤسسة تاعنا هي السوداج، تلحيم أنابيب، باش نقدروا ناسيرو لو ترونسبور غاز من بوان أ فير بوان بي. الثقة والطموح خطوات ثابتة يجتازها مجمع سوناطراك للتأكيد على ضرورة الاعتماد على المنتوج المحلي في إنجاز المشاريع الطاقوية الكبرى، خاصة في الصحراء الجزائرية بمسافاتها الطويلة ومسالكها المعقدة جدا. فبفضل استراتيجيتها التي ألمت بالأدوات الكاملة لهذا النوع من الصناعة، ضمنت سوناطراك بالاعتماد على الطاقات البشرية الجزائرية تخطي كل العواقب التي من شأنها تعيق مشوارها الذي بدأته ذات 31 من ديسمبر 1963. فعلا، وحسب التقرير يعني الذي تابعناه الآن، شركة سوناطراك يعني تتوجه نحو ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني من خلال الشراكة أو إشراك المؤسسات العمومية كانت أم خاصة في الإنتاج وأيضا في كافة يعني الخدمات. من خلال هذا التوجه، هل حقق المجمع هذا الهدف بنجاح؟ اسمحي لي قبل الإجابة على السؤال المباشر نوضح أمر مهم، اللي هو المهمة الأساسية لسوناطراك هي تلبية احتياجات السوق الوطنية بالمواد الطاقوية، اللي هي البنزين، الغازوال، الكيروزان، البروبان، البيطان، وتصدير الفائض من الإنتاج لإدخال العملة الصعبة للجزائر. هذه هي المهمة الأساسية لسوناطراك، وبذلك تقوم بالاستكشاف وتقوم بالإنتاج بالنقل عبر الأنابيب، وتقوم بتحويل البترول إلى مواد بترولية، وتقوم أيضا بتمييع الغاز الطبيعي. وتريد سوناطراك إنجاز هذه المهمة، وفي نفس الوقت تريد ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، وهذا تماشيا مع تعليمات. وقد بشر يعني المجمع في هذا التوجه، بشرتم في هذا التوجه؟ طبعا بطبيعة الحال. وهو تقييمكم يعني لهذا التوجه يعني لإشراك المؤسسات الوطنية عامة أو خاصة كانت؟ يعني في هذا الإطار احنا قمنا بعدة إجراءات، ما منها الإجراءات المهمة نقدر نتحدث عليها هي إنشاء مديرية خاصة تابع تطوير المحتوى المحلي، ومهمتها الأساسية هي وضع استراتيجية لتطوير المحتوى المحلي والإدماج الوطني، ومتابعة ميدانية على تطبيق
هذه الاستراتيجية من طرف الوحدات في الأتراك. هذه المهمة الأولى تاعها، والمهمة الثانية تاعها هي تكون على تواصل دائم مع الشركات الوطنية والخاصة، لأن سوناطراك لا تفرق بين كما القانون الجزائري لا يفرق بين الشركات الوطنية والخاصة، ونقوم بالإدماج الوطني ونقوم بوضع هذه الاستراتيجية بمشاركة كل شركة جزائرية. يعني عامة كانت أو خاصة، إلى أين وصلتم؟ أين وصلتم يعني في هذه الشراكة؟ وما هي المجالات التي تم إشراك هذه الشركات في إنتاجات أو الخدمات التي تحتاجها سوناطراك؟ هي هناك مجالات عديدة. هناك في المجالات لي سيرفيس كون أبل لي سيرفيس، الخدمات. الخدمات، وهناك مجالات لا فورنيتور، دونك فورنيتور دي زيكيبمون اكسيتيرا. هناك مجال اللي هو مجال المشاريع، المشاريع كما شفنا المشروع اللي كان جاز دوكا، شفنا مشروع كبير وين شركات وطنية وشركات خاصة وشركات اللي تشارك عبر المناولة في هذه المشاريع، تقوم بإنجاز مشاريع اسكون ابل المشاريع كليون ما او بي سي ايتود، دونك دراسات بروكيرمنت، دونك يجيو المشتريات تاع لي زيكيبمون والانجاز لا كونستركسيون، دونك يقومون بمشاريع يعني ضخمه. اذا في جميع المشاريع، هناك مشاريع تكون مشاريع اللي لازم لها خبرة كبيرة. هذه المشاريع في الحقيقة ما نلقاوش الخبرة هنا في الجزائر، لذلك وهذه تقدر بنسبة يعني قليلة، بنسبة قليلة 20% من نقدر نقول لك 20% من الصفقات التي أبرمت سنة 2021 أبرمت مع شركة أجنبية، و 80% مع شركات جزائرية وطنية وخاصة. في 20% هذه اللي نعطوها المتوجدة الشركات الأجنبية، لأنها عندها التكنولوجيا الحديثة يعني، وشركة تاعنا مازال ما عندهاش هذيك التكنولوجيا. نطلب من هذه الشركات الأجنبية تخلي المؤسسات الجزائرية تدخل معها عبر المناولة بنسبة لا تقل عن 30% من المناولة الإجمالية. هذه نديروها حنايا في الـ في الـ في الـ في لي كونطرا تاعنا، ونتابع تطبيقها في الميدان. وللحديث عن التكنولوجيا الحديثة وأيضا عن في إطار دائما ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، يتوجه لكم سيد أوجهان حول يعني لتحديث وعصرنة وتسيير مشاريع سوناطراك. بشر المجمع بإطلاق نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى تحسين مستويات الأداء وتحقيق الرقابة الآلية، كيف يمكن ذلك سيد أوجهان؟ قبل باش نكمل فكرة الزميل الأستاذ داود، كنت طرحت السؤال هل باشرنا في تطبيق هذه الشراكة يعني الجزائرية سواء كانت مع المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة في إطار مشاريع اللي نجسوا فيها مع نجسوا فيها، واش قمنا باش فرقنا بين المشاريع اللي نقدروا اللي قادرة الشركات الجزائرية تنجزها. نوعية هذه المشاريع أستاذ أوجهان؟ نعطيك مثال تاع المشروع اللي شفناه في الروبورتاج. هذا المشروع كان مشروع واحد متكامل واحد، كان من الهدف باش نديروه مع شركة أجنبية، بصح كي شفنا بلي فيه بعض الإنجازات اللي قادرين الشركات الوطنية يديروهم، قسمنا هذاك المشروع الى عده مشاريع، وين اعطينا لكل شركه جزائريه اللي قاده منها تجميع
لا برودكسيون تاع الحقول اللي كان في في في, في حاسبه حم وحاسبه تجران وحده. هذه المشاريع تاع انجاز شبكه تجميع وليلين ديكسبيديسيون الشركات الوطنيه الجزائريه قادرين يديرهم، ولهذا السبب قسمنا هذاك وعطينا هذاك المشاريع للشركات الوطنيه باش درنا من قبل مشاريع مع هذه الشركات، وكانت يعني في المستوى المرجو، وكانت في المستوى وانجزت المشاريع في الاجل المحدده بالجوده المطلوبه في الاجل المحدده وبالكلفه اللازمه. لهذا السبب قلنا درنا هذا التقسيم واعطينا المشاريع لشركات وطنيه وشركات فرعيه في هذا المشروع اللي شفناه في يعني وحدات المجمع. وحدات المجمع في هذا المشروع اللي شفتوه في الريبورتاج كاين ابرمنا سبع صفقات مع شركات وطنية وشركة منهم شركات فرعية. كانت من قبل يعني تبرم مع شركات الأجنبية. كانت من قبل هذا. واليوم وحسب التوجه الجديد وهو يعني إنتاج المحلي. هذا الطبع تاع الإنجازات كانت الشركات الأجنبية تنجزها. شفنا بلي مش ممكن نكملوا في نفس الطريقة وعطينا هذا المشاريع الشركات الجزائرية. وهل بإمكاننا يعني معرفة حصة الشركات المصغرة والمؤسسات الناشئة في المشاريع يعني مع مجمع سوناتراك؟ هل لديها يعني حصة معتبرة أم تقدر تفضل الإجابة؟ يعني خليني برك نحدث لك على سياسة سوناتراك في الجديدة وهو التوجه نحو ترقية الإنتاج المحلي والإدماج الوطني. يعني احنا انطلقنا من رؤية اللي هي المساهمة في وضع بيئة وطنية تنافسية فعالة مبنية على الابتكار وتطوير المهارات والتكنولوجيا والبشرية. هذه الرؤية نأكد على نديرو سطرين تحت المساهمة، لأن سوناتراك ما تقدرش تبني وحدها الترقية المحتوى المحلي. لذلك سوناتراك تريد مساهمة ومساهمة فعالة وكبيرة في هذا المجال، ولذلك سطرت ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول هي رفع مساهمة أداة الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بها إلى أقصى حد ممكن. الهدف الثاني هو التحكم في نفقاتها المتعلقة بالاستيراد السلع والخدمات. الهدف الثالث هو تشجيع بروز شركات جزائرية جديدة قائمة على الابتكار والتنافسية والجودة والمعرفة. هادو ثلاث أهداف رئيسية اللي أنا حابين نحققوها كما يقولوا في أقرب وقت ممكن. لذلك قمنا بعدة إجراءات تخص عدة محاور. المحور الأول هو المحاور التنظيمي. في 31 جويلية 2021 قام المدير العام لمجمع سوناتراك بإمضاء على إجراءات تعاقدية جديدة اللي فيها تحتوي على عدة تدابير لترقية المحتوى المحلي. من أهمها أولا إعطاء الأولوية إلى المناقصة الوطنية، بس كان المناقصة الوطنية والمناقصة الوطنية والدولية. احنا حبينا نعطي الأولوية للمناقصة الوطنية عندما تكون في مستوى تلبية احتياجات تاع شركة سوناتراك وليس الاختصاصات والتخصصات أيضا. ثانيا التعاقد بالتراضي في إطار ترقية المحتوى المحلي. هذا إجراء يعني قوي جديد يعني بالنسبة لمجمع سوناتراك جديد. هذو ما تدابير جديدة درناهم في مؤخرا يعني في اللي هو ساري مفعول حاليا. تاع
ثالثا استعمال اليد العاملة الجزائرية إلى أبعد حد ممكن في إنجاز المشاريع، وهذا يخص المشاريع التي توكل إلى الشركات الأجنبية. يعني في دفتر الشروط يعني وضعتم يعني شرط يعني تشغيل اليد الجزائرية بالذات. رابعا السماح للشركات الجزائرية الحديثة الإنشاء والتي لديها الإمكانيات التقنية والمالية بالمشاركة في المناقصات. ما تكونش يعني عندها الخبرة هاد الشركة، ما كانش عندها الخبرة، ولكن احنا قلنا نعطولها الفرصة لكي تشارك في المناقصات، بالك تكون شركة جديدة حقيقة، ولكن يعني تقدر تكون في المستوى، تقدر جابت تكون في المستوى، جابت ديزيكيبمون مودر وعندها وحتى الموارد البشرية، يعني موارد تكون بشرية ذا مؤهلة وذات اكسبيريونس كبيرة، مستويات عالية. ولذلك نعطوا لها الفرصة لتشارك في المناولات. تقدر تدي ان كونطرا كيما ما تقدرش تدي صفقه، ولكن نعطولها الفرصه اللي تشارك. هذه الفوز بهذه في لا بروسيدور دو باساسيون دو كونطرا تاعنا جديده. ثالثا وهو سؤال تاعك المتعلق بالشركات المصغره وايضا المؤسسات الناشئه التي يعول عليها ان تعول عليها السلطات، يعني في النهوض بالاقتصاد الوطني. شركه سوناطراك تعهدت التزمت بان تعطي 10% من الصفقات المبرمه في اطار استشارة الممولين إلى الشركات المصغرة، وهذه رانا كاتبينها نوار سور بلون سور سور نوت بروسيدور دو باساسيون دي كونطرا. سادسا الشركات الوطنية التي تريد أن تشارك في التأهل المسبق، هذا ما يسمى بالبري كاليفيكاسيون، تقدر تطلب ذلك في أي في اي لحظه لسوناطراك، وسوناطراك تدرس الملف تاعها فوريا. والاجراء الاخير الهام هو فرض على الشركات الاجنبيه منح ما لا يقل على 30% من المناوله للشركات الجزائريه المصغره ولا المتوسطه وحتى يعني الناشئة، خاصة في مجال الخدمات. إذا تحدثنا عن المعرفة وعن الموارد البشرية، أعود إليكم أستاذ مهمه عن يعني يعني الشراكة التي قام بها مجمع سوناطراك مع الجامعات، وقد يعني تم التوقيع على 57 اتفاقية تعاون مع الجامعات الجزائرية. ما هي القيمة المضافة التي ممكن يعني أن يحققها المجمع وأيضا الجامعة؟ شكرا. بداية شكرا لكم وشكرا للزملاء والأساتذة سي وجهين والأستاذ داود. فقط أنا قبل ما أجيبكم حتى أدرج إجابتي ضمن المنظور اللي تفضلوا به الزملاء، فقط أنا أريد يعني أنطلق من فكرة الاعتماد على المؤسسات الناشئة. أنا في من خلال يعني متابعتي لنشاط سوناطراك أنه الآن هناك اهتمام وإدماج لمنظومة المؤسسات الناشئة ضمن منظومة سوناطراك. لماذا؟ لأنه أكبر تحدي للمؤسسات الناشئة سيليكوسيستام هو فضاء التطوير. احنا نعرفوا باللي فكرة المؤسسة الناشئة تختلف عن المؤسسات الصغيرة. المؤسسة الناشئة تقوم على المنتوج الأحادي، لكن الذي يستهدف سوق كبيرة. سوناطراك الآن في مجال التطوير، خاصة أنها تبحث على معدات وتبحث على تجهيزات وتبحث حتى على دي لوجيسيال ولا دي برودوي، يعني منتوجات رقمية، أنها لكن في النهاية هذا منتوج واحد لكن يستهدف عمليات كبيرة. ولذلك أهم شيء تقدمه سوناطراك للمؤسسة الناشئة أن توفر لهم أول حاجة فضاء اختبار والتأكد من قيمة هذا المنتوج وإمكانية أن المنتوج هذا يصبح أنه معتمد. ثاني شيء أنه فقط أنه يعني تكمل الشيء تفضلوا به الزملاء، أنا حسب متابعتي أعتقد أنه من بين الأرقام المهمة اللي لازم أنه نأخذوها ما تم تحقيقه، لأن هذه السياسة بدأ العمل بها. أنا ما أعلمه أنه منذ سنة تم إمضاء 1600 عقد مع مؤسسات وطنية ضمن سياسة المحتوى المحلي. لما نقول 1600 عقد الحقيقة صراحة رقم ليس بسيط كبير. لما نأخذه في سنة 2021 أنه مثلا المشاريع التي دخلت حيز الخدمة في المجال التشغيلي، الأنابيب التي تم مدها
100% تم إنجازها من خلال مؤسسة جزائرية من في الاستثمار في سنة 2021. أن الرقم الذي أعلمه بالإضافة كما تفضل الأستاذ داود تاع 8% في يعني لما نأخذ لأنه باش ما ظهرش باللي كاين تضارب في الرقم لا أنه لما نتكلم نأخذ الرقم رقم الاستثمار لأن لما تم تخفيض في سنة 2020 قيمة الواردات من المعدات والخدمات غيرها ب 5 مليار أنا نقول لكل اللي يتابع 5 مليار مش رقم بسيط فعلا. لأنه نحن في هذه السنة وصلنا إلى مستوى يقترب من 5 مليار من التصدير خارج المحروقات هذا إنجاز لما نوازنه أنك مؤسسة بحجم سوراتراك تخفض الواردات ب 5 مليار أعتقد إنجاز كبير. ضمن هذا التخفيض مش خفضنا وحبسنا لأنه أحيانا تخفض علاش أنك ما تشتغلش لا تخفض لكن هذاك التخفيض أنك تعمل من خلال المحتوى المحلي 64% من الاستثمارات التي تمت من خلال المحتوى المحلي. أنا نفضل مد أرقام هذه للزملاء هم يعرفوا شيئا خير مني أنا فقط أنه باش نكمل الفكرة المجهود. ولذلك قبل ما نروح للبحث العلمي أنا لما نتكلموا على سياسة المحتوى المحلي أنا أعتقد أول حاجة لابد أن نعرفوا قيمة هذه المهمة لأنه حين لما نقولوا المحلي والدولي والعالمي شغل المحلي رو أقل مستوى لا لازم نحطوا المحلي في المفهوم الصحيح. ترقية المحتوى المحلي يدخل ضمن مقاربة ومنظور تثمين أرصدة القوة على مستوى الجماعة الوطنية. كي نقول الجماعة الوطنية مؤسسات متعاملين خبرات جماعات مراكز البحث لدينا كمون ولدينا أرصدة قوة هامة جدا في الفضاء الوطني ولذلك أنه الترقية والتثمين أرصدة القوة هذه هذا هو مفهوم المحتوى المحلي. ولنبدأ أنا نتكلم عن المحتوى المحلي أنا أول شيء وسمحوا لي يعني الزملاء أمامي أول محتوى المحلي هاو يلزم المتابع هاو المستوى المحتوى المحلي المرافقة والمتابعة لا المحتوى المحلي هو المنتوج الجزائري هذو إطارات خريجي الموارد البشرية مش يعني خريجي الجامعات الجزائرية لأنه من خلال متابعتي لما نوجد الآن جيل جديد على مستوى سوراتراك هم خريجي الجامعة الجزائرية فعلا. هم خريجي التكوين الوطني وهما خريجي المؤسسة الوطنية لسوراتراك تكونوا في الميدان اليوم هم اللي يقودوا عملية التحول وعملية التمكين للمحتوى المحلي أنا هذا أول حاجة لازم أكدوا عليه أنه تثمين القدرات الوطنية أول حاجة على مستوى الموارد البشرية نشوفه الآن التغيير الذي يقع الآن على مستوى التأطير في سوراتراك جيل جديد من الشباب ومن الكفاءات التي أثبتت قدرات ولعلنا نتكلم بكل صراحة النجاحات التي تمت في 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 أوج أزمة الكوفيد إذا راني غلط زملائي صلحوني على مستوى العالمي كل الشركات النفطية العملاقة أنها تهاوت رقم أعمالها أنها محافظة استثمارية ومخطط تطوير تم تقليصها وأيضا كذلك تسريح العمال فعلا. وكل شركة لكن المؤسسة الوطنية لسوراتراك من خلال اقتدار المؤطرين على مؤسسة سوراتراك أول شيء تم الحفاظ عليه تم الحفاظ على القدرات التشغيلية فعلا. والمؤسسة والوظيفة فقط باش نكمل الجانب الثاني لما تكلموا على المحتوى المحلي أنا نقول لما الآن يتم إصدار ومنح مشاريع لمؤسسات وطنية يجب أن أحكي حاجة مهمة جدا أكبر خدمة تقدمها سوراتراك من خلال إطاراتها القائمين على سياسة المحتوى المحلي هو تأهيل لما نقول سوراتراك هي قاطرة الاقتصاد الوطني رانا انتقلنا إلى مستوى آخر من العمل ومن التشغيل أنه هو الدفع بالمؤسسات الوطنية إلى الارتقاء إلى مدونة المعايير العالمية لهنا وش يهم ما هوش فقط أنك شركت مؤسسة أنه باش أن تأخذ مشروع وأنها تستفاد من أرباح إنجاز المشروع لا أنه مؤسسة أنها تكون لما تأخذ المشروع معنى ذلك أنه على مستوى دفتر الشروط والأعباء أنها مؤهلة وتنجز المشروع وفق المعايير الموضوعة معنى ذلك هذه المؤسسة أصبحت مؤهلة للعمل على مستوى العالمي ليس فقط في الحدود الوطنية بإمكانها أنها تشتغل حتى خارج الحدود الوطنية فعلا الهدف تفضل أستاذ أوجان اسمح لي الهدف هذا هو للمبتغى واش حابين نوصلوا بهذا إشراك الشركات الوطنية في مشاريع إنجاز تحسن الأتراك هو
نخمو البعيد المدى البعيد وين الشركات الجزائرية تصدر بصفقات يعني على المستوى الدولي تصدر تصدر هذه الخدمات لخارج وكما نشوفوا الجار ليبيا راهي بدات تحل اخر لازم على الشركات الجزائرية اللي راهي تستعيد المساهمة ضمن في هذا إعادة معذرة لأنه الآن حتى صورة تراك لما تكلموا حتى على السياسة الدولية الجزائرية من بين أهم شيء الآن تقوم به صورة تراك أنه الآن على مستوى الدبلوماسية التقوية لما الآن صورة تراك ترجع بقوة على مستوى الدولة الشقيقة والإخوة على الشراكة مع الإخوة الليبيين ولازم تكلموا بمفهوم الأخوة مع إخوان الليبيين فصورة تراك تجسد واحدة من أهم اهتمامات المركزية للدولة الجزائرية لمرافقة الإخوان الليبيين وهنا نرجع سريعا إلى قضية الجامعات لما نتكلم عن المؤسسة الناشئة وتأهيل النسيج الوطني من المؤسسات بمختلف لأنه لما نصنفه لدينا الخدمات ولدينا الهندسة ولدينا التمويل ولدينا التكنولوجيات أعتقد أنه على مستوى الجامعات الجزائرية ومراكز البحث أعتقد أن لدينا قدرات مهمة جدا ولذلك الآن من خلال التعاقد مع المؤسسات الجامعية أول شيء أنه ننتقل من الجامعات ومخابر البحث العلمي من الأعمال المخبرية والمحدودة إلى المشاريع النموذجية التي تحتضنها صورة تكلين ونحن دوم نقول سواء بالنسبة للبحث العلمي سواء بالنسبة للمؤسسات الناشئة نحن نبحث عن الإيكوسيستم على الفضاء الذي يحتضن أعمالنا كباحثين لما الآن صورة تراك تقوم بهذا العمل خاصة نقول أنا مثال واحد فقط لما نوجد مثلا على مستوى كلية المحروقات في ورقرة مهندسين جزائريين شباب أنهم أن تحصلوا على جوائز في 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 مناسبات وفي مسابقات عالمية في مجال المحروقات أعتقد أن المؤسسة تتيح المجال لهذه الكفاءات الشبانية والمهندسين الجزائريين ليكون لهم الفضل للمساهمة في البناء الوطني ضمن الخمسين سنة القادمة فعلاً أستاذ مهما يعني دائما في الحديث يعني عن ترقية المحتوى المحلي إلى أي مدى استطاع يعني شركاء المحليين الفاعلين في قطاع المحروقات ترك بصماتهم بالنسبة لمجمع سونطراك من خلال مثلا المشاركة في إنجاز يعني البنى التحتية والهيكل القاعدية أستاذ أوج نعطيك أمثلة بصمة تركوها هذه الشركات يعني المحلية الشركات المحلية نعطيك أمثال تاع شركات محلية اللي نجحوا ونجزوا مشاريع كانت يعني في المستوى في المستوى نفس المستوى عندك الشركة الوطنية تاع الهندسة والبناء اللي شاركت في معظم المشاريع اللي نجزتها سونطراك في سونطراك منها الشركة الوطنية لل جي تي بي اللي ايضا شاركت في مجمع جي تي بي وجي سي بي من اقدم الشركات الفرعيه لسونطراك اللي تشارك في انجازات المشاريع مم في الـ في الـ في الـ في الـ في العهود اللي قبل كانت شركات هذه الشركات هي اللي تنجز كمناولين مع الشركات الاجنبيه واخذت هذيك الخبره خذتها وراهي بفائده هذيك الخبرة الآن راه يدير مشاريع وحدها وهم يديروا مشاريع وحدهم كمد الأنابيب وهذا خاصة في مد الأنابيب وتشاركوا في الهيكل القاعدية تاع الشركة تاع سونطراك في 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 القواعد الحياة في المطارات اللي تنجزتهم في على في في كل الحقول اللي رانديرهم كاين مطارات تنجزهم شركة جي سي بي كاين وين مشاريع اللي عطيناهم الشركة الجزائرية وين طلعنا من 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 من, من إنجاز مشاريع خط تركيب الأنابيب ولا مد الأنابيب إلى مشاريع تعقيد تحكى متوسط مثل الاستاسيون دو بومباج وين اخيرا شركه جي سي بي وجي سي جي تي بي راهم ينجزوا لي سونطراك محطه ضخ للبترول
رانا في كل مره نطلعوا في التعقيد ونطلبوا من الشركه الجزائريه باش تكتسب الخبره اكثر واكثر باش كما قال الاستاذ المقبل تستطيع يعني نروحوا للصفقات يعني على المستوى الدولي نصدروا هذا الخبره للشركات بها وندخلوا بها باش نخرجوا العمله صعبه ندخلوا في العمله صعبه بهذا للحديث تفضل استاذ يعني سريعا باجازه انا يعني الحاجه اللي لازم انا شخصيا لازم نفهمها من خلال تدخل الزملاء انه النفط والغاز المحروقات الصناعة ليس كما يظن البعض أنه يتكلم ممكن بمنطقة الريع على أساس أنه إحنا فقط يكفي أنه مدام أنه أحسن الناجحين في شهادة البكالوريا يروحوا إلى تخصصات المحروقات معنى ذلك هناك خلفية يعني من معرفية ومستوى لابد يتوفر في يعني في ملمح هؤلاء أيضا كذلك على مستوى العمل أي عبارة عن سيرورات صناعية ولذلك ما نظنش الناس يعتقدوا بأنه القيام باستبدال أي سيرورة يعني تكنولوجية بشيء بسيط ولذلك الأستاذ أوجهي لما تحدث على قضية أنه الاستبدال يعني أو عن طريق تدريجية هذا مهم جدا لأنه للتحكم التكنولوجي والتحكم في المشاريع لابد دوما يبقى في المستوى الدولي والعالمي وهذا هو أعتقد الخطوات الناجحة لتقوم بها المؤسسات سلطرك يعني إذا تفضلتي الدكتور تطرق إلى أمرين مهمين أولا عدد الصفقات التي أبرمت مع الشركات الجزائرية حقيقة الرقم اللي تفضل به الدكتور هذا هو الرقم تاع سنة يعني 2020 في الحقيقة هذا هو الرقم الصحيح ولكن نعطيكم أرقام الأولية لسنة 2021 اللي اليوم تحصلت عليها عندنا 1700 حيز الخدمة يعني وحيز التنفيذ بالنسبة للشراكة لا نعطيك الأرقام عدد الصفقات المبرمة سنة 2021 المبرمة مع الشركات الوطنية هي 1700 صفقة كلام كبير صافي زدنا مع شركات جزائرية من فروع مجمع سوناطراك وأيضا من شركات جزائرية وطنية خاصة فروع سوناطراك أو لا جميع الشركات رانا في رقم 1700 الأرقام الأولية نأكد على أولوية رانا في 1700 وتم يعني إبرام هذه الاتفاقيات والصفقات ودخلت حيز الخدمة يعني هذه الشركات طبعا هناك من اكتملت وهناك الصفقات تم الإمضاء عليها ولكن هناك من تم باشر في الإنجاز وهناك من أتم الإنجاز وهناك ما إنجازات اللي تقعد عامين فعلا إنجازات كبيرة هناك 1700 صفقة أبرمت سنة 2021 و اذا قرناها بالنسبة داود مع يعني سنوات الفارطه يعني بالنسبه للسنه الماضيه الدكتور اعطى الرقم صحيح اللي هو اكثر قليلا من 1600 صفقه هذا العام رانا في 1700 صفقه وتمثل 81% من الصفقات التي ابرمتها شركه سوناطراك شركة سوناطراك لوحدها ماشي يعني شركة مع الشركات الأجنبية والوطنية يعني مع الشركات الوطنية 80% من الصفقات أبرمت مع الشركات الجزائرية والباقي مع والباقي مع الشركات الأجنبية كان لها يعني حصة الأسد شركة الجزائرية كما قلنا الباقي هو لأننا لأن هذه المنتوج أو الخدمة لا نجدها عند شركات الوطنية احنا نتجه إلى الشركات الوطنية الأجنبية
إلا يعني إذا ما وجدناش تكنولوجيا إلا إذا ما وجدناش شركات جزائرية يمكنها أن تلبي طلبات شركة سوناتراك ثم لينتجوا لشركات الأجنبية. رانا في نعطيك مثال نقدر نعطيك مثال ما كان حتى شركة جزائرية تقدر تعطي لك تيبو كومبريسور. كاين شركات في العالم ما كاش بزاف اللي ينجو يعني تيبو كومبريسور ما نقدرش نسمو شركات بالك تقول وبالفعل وما كاش بالك كاين 10 20 في يعني في العالم اللي ينجو هذا النوع من لي زيكيبمون. الشركات الوطنيه ما كاش. نعطيك اكزومبل واحد اخر يعني يجب التوجه يعني نحو الشركات الاجنبيه من اجل انجاز هكذا يعني معدات. بالطبع. وهناك ثاني نعطيك مثال آخر مصفات إنجاز مصفات للبترول ما كاش شركة جزائرية لحد الآن اللي تقدر تنجز لك مصفات للبترول. احنا كما يقولوا التوجهات تاعنا نتجه إلى الشركات الأجنبية كي تكون الشركات الجزائرية ما تقدرش تلبي الطلب تاعنا. كما نعود نكرر المهمة الأساسية لشركة سوناتراك هي تلبية احتياجات السوق الوطنية من منتجات الطاقة. هذه هي المهمة الأساسية. لذلك لازم نجوا المجاريع، لازم نقوموا بالاستكشاف، لازم نقوموا بالإنتاج، لازم نقوموا بالتحويل. وهذه سياستنا نتجه إلى الشركات الوطنية كي ما تكونش عندها الخبرة، ما تكونش عندها التقنية، ما تكونش عندها الكفاءة، نتجه إلى شركات الأجنبية. هذه السياسة تاعنا تاع ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني. للحديث يعني نحو الاتجاه نحو يعني سمحي لي برك نأكد على النقطة الثانية المهمة اللي قالها الأستاذ. هذه ترقية الإنتاج المحلي ما بداتش يعني في التوجه الاخير بدات وانما يعني تم ابرام سياسه عامه لمجمع سوناتراك انا ابواب 24 فبراير الابرام يعني الاتفاقيه او توقيع الاتفاقيه السياسه العامه كما في 2021. سمح لي برك نكمل النقطه هذه. تفضل. رانا على ابواب 24 فبراير كما على بالكم 24 فبراير 1971 تم تاميم المحروقات. بيخفاش عليكم باللي قبل هذه لادات قبل هذا التاريخ كانت الشركات الأجنبية تعمل في الجزائر وكان موظفين أجانب يخدموا في الجزائر. ومن حاليا ما كاش موظفين أجانب يخدموا في الجزائر بعد 51 سنة يعني بعد 51 سنة ولكن هذه هي خطة مدروسة. تم إنشاء المعهد الوطني ديزروكابور لا شيمي للمحروقات والكيمياء في بومرداس وتم كذلك انشاء معهد الجزائري للبترول في بومرداس كذلك اللي كي نقولوا وطني معناتها الدخول الى هذا المعهدين يجب ان يكون يعني بمعدل وطني معناتها يشمل كامل ولايات الجزائر يعني في مسابقات يعني للدخول إلى هذا المعهد وتم تكوين عدد غير قليل من المهندسين والتقنيين لهذوك المهندسين والتقنيين اللي رمبلاساو الأجانب اللي كانوا قبل هذا أظن يعني يتم التدريس بلغات عالمية والآن كالإنجليزية مثلا والآن الآن كاين الجزائر اللي راهي كما قال السيد لشركه سوناتراك تمشي بسواعد جزائريه. ولو كان نديروا مثال من شركه واحده اخرى في خليجيه في البترول مازالها تستنجد ب العمالة الاجنبيه فعلا. الى نحبوا نديروا مقارنه هذا مهم جدا.
أشكر الدكتور على تطرق إلى هذا. يعني إذا تحدثنا يعني عن الشركات الوطنية وفروع مجمع يعني سوناتراك تم التعاقد معهم، كما تم أيضا يعني التعاقد مع شركات خارج المجمع أو مؤسسات خارج المجمع. هل يعني هذا التعاقد وهذه الشراكة يدخل يعني هذا في سياق اجتماعي بحث، أو مجمع سوناتراك يريد فعلا إعطاء فرصة لهذه الشركات يعني اللي التعامل معها؟ يعني هو المبتغى تاع السياسه الترقيه المحليه وامضاء تعاقد مع شركات خارج جزائرية. المجمع جزائريه جزائريه تكون تكون وطن تابعة للخاص ولا للعام، مش احنا هذه هي الفرصه اللي نعطوا لهم باش. هل هو سياق اجتماعي سيد ماشي 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 سياق اجتماعي، هي وانما اقتصادي ايضا بحث. هي اقتصادي بحث، الكفاءات كاينين في هذه الشركات. نعطيك في المشروع اللي جنا شفتوا بالك كاين شركه كندا اللي تدير راهي دير امداد الانبوب من حاسيه تجران حتى الحاسبه حمو اللي طوله واحد 100 كيلومتر. هذه ماشي احنا واش نحوزوا، وقالها السيد داوود محمد الاستاذ، احنا نحوزوا ننجزوا المشاريع تاعنا بنفس الجوده بنفس الاخر اللي كاينه في العالم. ما عادش ما نحبوش نهبطوا يعني على مستوى من مستوى تاع الجوده تاع ولا تاع تاع المشروع. يقعد في نفس المستوى. حابين نطلعوا هذه الشركات للمستوى العالمي باش يقدروا لما في المستقبل يعني بصفقات اجنبيه. لما لا نبداو في على القريب ان شاء الله من المشاريع المعقده اللي كان يقول عليها استاذ داود، لبلا الشركات الوطنيه تشارك بشراكه مع اجنبيين في انجاز المشاريع. عند في باش نعرفوا حاجه في المشاريع ما فيهاش غير كاين دي سيستم سي فري كومبلكس معقده، كاين حوايج اللي كاين في المقدور تاع الشركات الجزائريه باش يعني حتى بعض المعدات الصغيره من الممكن يعني انجازها هنا في الجزائر. جايك من بعد المعدات كنا الحد من بدينا هذا الادماج ترقية الادماج الجزائري المحلي. كاين مصنعين جزائريين اللي تقربوا منا باغي يعرفوا شافوا باللي هذه السياسه راح تعطي لهم الفرصه باش يشاركوا. دونك بداوا يبانوا بداوا يعطونا واش راهم ينتجوا في الجزائر. هم يعني يلبون احتياجات المجتمع السوري. يلبون احتياجات الجزائر. وهذا السياسه اللي دارتها سوناتراك حتى الاجانب حتى الممولين الاجانب اللي كانوا ينتجوا ويصنعوا في الخارج مهتمين باش يجوا يستثمروا هنا ويصنعوا هنا في الجزائر بأيادي جزائريه. هذا هو اللي تهمنا احنا الاخر، نجيبوا الاستثمارات الاجنبيه باش تصنع في الجزائر بعض المعدات. ما حش نقولوا كما قال لك الاستاذ داود التوربينات والاخر مازال ما لحقناش لهذاك الاخر، كاين معدات صغيره يعني وبسيطه كالصمامات كاللي ترانسفورماتور هضر عليهم لاديوم. كاين هذه يعني كنتم في السابق يتم استيرادها من الخارج. كان كل شيء يسترد الاستيراد تاعو في الخارج. درك كاين بعض الشركات بعض المصنعين اللي مهتمين باستثمار وبانجاز هذه الصناعه في الجزائر وفق المقاييس يعني الدوليه. نفس المقاييس، حنا ما بدلوش المقاييس للمقاييس تعرفي في القطاع المحروقات المقاييس ما نقدروش نبدلوهم. عندنا مقاييس هذه مصانع استراتيجي حساسه ما نقدروش نقبلوا مقاييس اخرى ما عدا المقاييس اللي كاينه في تتطابق يعني مع التكنولوجيا الحديثه. اذا تحدثنا سيد داود يعني عن قطاع النقل في سوناتراك لما تكلمتي على الجانب الاجتماعي، انا خليني نعطيك يعني وجه اخر. ما تكلموش على ان سوناتراك تقدم خدمات اجتماعيه من خلال التعاقد، لا، تقدم انها تجسد مفهوم المواطنه. لماذا؟
أنا نرجع لمضامين الدستور، الدستور الجزائري، أنه يعتبر الثروات الباطنية هي ملك الأمة الجزائرية، وصورة راك هي متعامل وفاعل وطني يثمن هذه الموارد لصالح المجموعة الوطنية. لما نفهم لصالح المجموعة الوطنية ما نفهموش فقط مداخل عملة صعبة، أنك أنت لما تتعاقد مع مؤسسة وطنية لكن بمعايير وجودة عالمية، لكن هذه المؤسسة راح تسمح لها أنها تتوسع في الطويل. معنى ذلك أنه تمد مشاريع، هذه المشاريع تسمح بخلق وظائف للشباب الجزائري، أن هذه واحدة من أهم الأعمال التي تقوم بها سونة راك بمفهوم المواطنة لصالح المجموعة الوطنية. أنا أعتقد أنه ما نتكلموش اجتماعي، ما نتكلموا من بعد المواطنة. شكرا أستاذ مهمه. إذا تحدثنا عن يعني عن شركة سونة راك التي تسعى إلى تطوير منظومة النقل اللوجستيكي تمشيا مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، كل ما عنده علاقة بالإمدادات وال يعني النقل، خاصة النقل جانب اللوجستيكي، إيه هل تسعى دائماً إلى تطوير؟ هي في الحقيقة في إطار إنجاز المشاريع إلى 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 بدينا في إنجاز وتصنيع معدات في الجزائر، راح نقصوا من 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 هذا هو عبء للجزائر، يعني الجزائر الفاتورة سوتو هذا من الجائحة من 2020 الآن، النقل راه طلع أصبح يعني ثلاث مرات أظن، يعني ثلاثة كان من الحق حتى أربع مرات خمس مرات، واش كان كاين قبل الجائحة بتطبيق هذه السياسات، سياسة المحتوى المحولي وتصنيع بعض المعدات، راح نقصوا من هذا لما يكونش عندنا نقل بحري وان يكونوا في يد الناقلين البحريين الأجانب، وهذا يكون عملة اللي راح خلينا نقولوها. لا 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 تفضلوا سيدي. خلينا نقولوا باللي الجانب اللوجستي، اذا كان الجانب اللوجستي يتعلق بالميتي تاع ميتي دو باس تاع سونة راك اللي هو قلنا الاستكشاف الانتاج التحويل وتمييع الغاز، اذا كان يتعلق بهذا المجال شركه سونة راك عندها الجانب اللوجستي تاعها، عندها باخرات لنقل الغاز المميع، عندها ناقلات لباخرات لنقل البترول الخام، عندها ناقلات لنقل المواد البترولية اللي هو البنزين والغازوال، عندها وإذا قلنا جانب اللوجستي لنقل العمال وعاملات سونة راك إلى الجنوب إلى الجنوب والأماكن، وإذا قلنا إذا تناولنا جانب لوجستي لمراقبة الانستالاسيون، لمراقبة الوحدات الانتاجية لسونة راك، سونة راك تملك هذه الوحدات اللوجستية. وإذا تطرقنا من جانب لوجستي لنقل ما هو نقل البضائع، أظن أن هذا ميتي نوتر ميتي نوتر اكتيفيتي اللي ما تتعلقش بسونة راك. أظن كاين اختصاصيين آخرين ومؤسسات أخرى تنشط في هذا المجال. شكرا. وهذه داخله باش نكمل وجه داخل هذه النقل البضائع، يمكن للشركات الجزائريه ان تستثمر في هذا المجال باش نقصوا من 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 من, من, من العمله الصعبه اللي نعطوها في هذا المجال، ونعطوها للشركات الجزائريه ونحن نخلصوها بالدينار الجزائري خير ما نخلصوها. كما هضرنا على المحور التنظيمي، نهضروا ثاني على المحور المرافقة التقنية. سونة راك تقوم حاليا بعدة مبادرات من أجل المرافقة التقنية لشركات الجزائرية. نقدر من خلال فروعها ولا من خلال المجمع نفسه؟ من خلال مجمع ومع فروعها. نقدر نعطيك الأمثلة على ذلك. كاين إنجاز محطة ضخ البترول الخام
اللي تقوم بها شركة جي سي بي جي تي بي إسخبي اللي تحدث عليها زميلي لهادية سوناتراك. هذا مشروع ضخم ومشروع لم ينجز بتاتا لحد الآن من طرف شركة جزائرية. احنا قمنا بإعطاء الفرصة لهذا الجروبمون من أجل إنجاز هذا المشروع كما يقولوا رولفي لو ديفي باش يرجع ينزو هذا المشروع. وسوناتراك تقوم بالمرافقة التقنية عندها لي كاباسيتي باش ترافق تقنيا هذا الجروبمون. كاين مبادرة ثانية أظنها مهمة جدا، تم تأهيل 22 شركة جزائرية من طرف سوناتراك لإنتاج قطع غيار ميكانيكية دقيقة، للحد الآن نقوم باستوردها. تم تأهيلها من خلال سكون أبل اون بري كاليفيكاسيون، وسوف تبدأ في الأيام القادمة في إنتاج هذا القطع غيار اللي كنا نستوردها. كاين ثالثا والأخيرا ثالثا وأخيرا كاين مشروع لإنتاج منشآت الإنتاج المبكرة. هذا المشروع إنتاج المنشآت المبكرة، هذه المنشآت المبكرة كنا نستوردها صافي لتقليل من فاتورة الاستيراد. سوناتراك تقوم ب بيلوتاج تاع هذا المشروع مع شركة وطنية وشركة خاصة من أجل إنتاج هذا هنا بالجزائر، هذه المنشآت في الجزائر. شكرا سيد داود. أتوجه يعني آخر سؤال للأستاذ والبروفيسور مهمه، كيف ترون يعني هذا التوجه الجديد لمجمع سوناتراك في ترقية الإنتاج المحلي يعني والإدماج الوطني، كيف تقيمونه باختصار أستاذ مهمه؟ أوكي، أنا أعتقد أنه أنا من خلال متابعتي خاصة أنه ما يتم إنجازه، أعتقد أنه الزملاء يعني مشكورون، يعني قدموا صورة شاملة وبتفصيلاتها حول التوجه. لذلك أنا هذا كله نضع ضمن نموذج أعمال تجاري الجديد للمؤسسة الوطنية سوناتراك، لأنه نحن الآن مدام أنه نحن على في ذكرى يعني عزيزة وهي ذكرى تأميم الحروقات، تفصيلها يعني أيام قليلة على هذه. أعتقد أنه نحن الآن لما نقول نحن في الذكرى 51، نحن احتفلنا في السنة الماضية بخمسين سنة على تأميم المحروقات، هذا الموعد التاريخي الهام. الآن نحن في السنة الأولى للخمسينية الجديدة، أنا نقول هذه الخمسينية أنه مع نموذج الأعمال التجاري، لأنه دوم ينبغي أن ننظر. وأعتقد أستاذ داود قدم التعريف الدقيق المستخلص من القانون التأسيسي لسوناتراك المهام. أعتقد أنه لا ينبغي أن نحمل المؤسسة الوطنية لسوناتراك ما هو خارج مهامها، حتى ما تقوم به حاليا أن تقوم به وفقا لرغبة السلطات العليا للبلد للقيام بمشاريع هامة وهامة جدا لصالح المجموعة الوطنية. أعتقد هذا ينبغي أن نسجل ما تقوم به مثل في تحديد مياه البحر أو غير ذلك ضمن الاستشارة لإرادة السلطات العليا للبلد للتخفيف على وتسهيل حياة المواطنين، وأيضا كذلك لتحسين مستوى معيش الوطن. أيضا كذلك أنا بالنسبة لي أعتقد في نموذج الأعمال الجديد ينبغي أن ننظر دوما إلى المؤسسة الوطنية لسوناتراك أنها كفاعل تجاري ضمن المجال التقوي، لأنه لما نتحدث الآن وفق لسؤالكم لما نتحدث على ما تقوم به سوناتراك، أعتقد أنه لدينا نقاش كبير في الساحة الوطنية حول التنويع الاقتصادي. أنا نقول لابد أن ننظر دوما إلى أعمال المؤسسة الوطنية لسوناتراك في البعد الطاقوي، الطاقة لا يمكن استبدالها إلا بطاقة. إنما معذرة سريعا إنما ما نطمح إليه الآن كمجموعة وطنية أنه نستنبت
مؤسسات وطنية في العديد من المجالات، سواء في المناجم أو في الفلاحة أو في الصناعات التحويلية غيرها، بنفس الاقتداء للمؤسسة الوطنية السلطات، حتى لا يكون لدينا جواد واحد في السباق، إنما جياد عديدة في السباق الاقتصاد الوطني. وبهذا سيدتي سادتي مشاهدي الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج رهانات. شكرا للمتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.